يقول السائل أبو عادل: ما العلة يا شيخ في أن الشخص الذي أكل ثوما أو كراثا أو بصلا لا يقرب المسجد؟ وإذا كان هذا الشخص قد صرف له هذا العلاج ويأكله بشكل مستمر، ما العلة في ذلك؟ نعم، إن أكل ثوما أو بصلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن دخول المسجد، فيصلي في بيته لأنه معذور، وذلك لأن رائحة الثوم والبصل تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة الكرام. نعم.